كابتن، اول شيء هارد لك، خساره امام فريق تشرين. لكن احنا حكينا انه الاخطاء اللي صارت، الاهداف اللي اكلناها خصوصا الهدف الاول يعني كركبت امورنا كثير. يعني رجعنا على المباراه، سجلنا، كان في سيطره شوي، في نفرص، بس احيانا بدك لاعبين مميزين يعملوا فارق مثل فريق تشرين. في لاعبين مميزين على مستوى المنتخب الوطني، على مستوى الدوري، يعني هن اللي عملوا الفارق بصراحه، يعني مو بهذا الشكل الجماعي. نحن جماعيا كنا كويسين، سيطرنا على بعض مراحل المباراه، بس بالاخير والنهايه الفريق تشرين كان منظم اكثر، كان في انضباط خاصه من الناحيه الدفاعيه، يعني مشوا المباراة، حصلوا بالنتيجة على النتيجة النهائية اللي فوز. وأنا حكيت الفريق اللي أقل أخطاء هو اللي يربح، مو الفريق الأفضل اللي دائما عم يربح. يعني فريق الشرطة كان أحيانا قريب من التسجيل، وصل لمرمى تشرين، لكن بالأخير ما حصد الثلاث نقاط. شو بتحكي لنا عن هاي المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الحمد لله على كل شيء. يعني عم تلعب مع المتصدر، يعني تشرين فريق عنده نجوم، أغلب لاعب منتخب سوريا، فعم ينافس على الصدارة، عنده طموح كبير، ونحن فريقنا كمان عندنا طموح، يعني نحسن المراكز اللي نحن فيها، لانه نحن ما بنستاهل نكون بهالمواقع هي. يعني فريقنا جيد مثل ما شفتوا انتم، يعني كمان قدرنا اكلنا جول يعني من هفوه دفاعيه، قدرنا نعدل وسيطرنا على اغلب مجريات المباراه، كان يعني في لنا فرص والتوفيق من رب العالمين، يعني الحمد لله. يعني كانت مباراه متكافئه بين الفريقين. الهدف الاول يعني خطا، الأهداف اللي أكلناها أخطاء، ضغطنا على فريق تشرين، صار في تضيع وقت من لعيبة تشرين. أنا بستغرب فريق متصدر دوري عم يضيع وقت، ما بعرف. والحمد لله رب العالمين، مبروك لفريق تشرين وهارد لك لفريقنا، وإن شاء الله بنعوض بالقادمة. شاهدنا اليوم تألق لاعب شاب من فريق تشرين اللي هو علي بشماني، وعودة لباسل مصطفى من بعد إصابة. شو بتحكي لنا عن هاي المباراة؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، مباراة صعبة، يعني دائما فريق الشرطة دائما بيعذبنا بالمباريات، ودائما بيكون الفصل دائما لنا بالدقائق الأخيرة يعني لحتى نرتاح شوي. الحمد لله فريقنا لاعبينا رجال أثبتوا جدارتهم اليوم، إنه هن أبطال بيستحقوا هالثقة اللي عم نعطيهم إياها. أكيد نحن نادي تشرين في نجوم كبيرة، إن كان عناصر شابة أو شيء، أكيد نحن فريقنا بيمتلك عناصر كبيرة، واليوم شفنا علي بشماني بده فرصة لحتى يرجع للمستوى اللي هو فيه. إن شاء الله مكملين نحن لحتى نتابع ببطولة الدوري لآخر نفس. نحن بنهدي هالفوز هذا لجمهورنا الكبير اللي عم نخسره دائما بالملعب، بنهديهم الفوز وبنوعدهم إن شاء الله مكملين للأخير إن شاء الله. ألف الحمد لله رب العالمين. أول شيء أهم شيء ثلاث نقاط اليوم المباراة، والحمد لله البداية كانت اليوم لإلي من بعد فترة طويلة. إن شاء الله مكملين، إن شاء الله كلياتنا أيد سوا مع الكادر الفني والإدارة، وهمة هاللاعبين الأشاوس اللي كانوا اليوم بأرض الملعب، إن شاء الله مستمرين بالصدارة لنحصد آخر شيء إن شاء الله البطولة الثانية على التوالي إن شاء الله. كابتن، أول شيء ألف مبروك الثلاثة نقاط، فوز مهم لفريق تشرين، أنت صاحب الهدفين اليوم، اليوم تألق علي بشماني بهذا اللقاء. شو بتحكي لنا عن هاي المباراة وعن هاي الانطلاقة لإلك؟ الحمد لله أول شيء ألف مبروك لنا كلنا، يعني وهذا كله بفضل الله، يعني وبفضل إخواتي اللاعبين كانوا رجال وقد المسؤولية، يعني وإن شاء الله بالنهاية يعني عم نمشي صح وعم نتعب. بالفريق اللي بيتعب أكيد بده يلاقي، بغض النظر أول شيء تعكست بضربة الجزاء معنا، يعني بغض النظر إذا فيه ولا لا، بس طالما النية صافية وعم نمشي صح وعم نتعب مع بعض كلنا كمجموعة واحدة، فأكيد آخر شيء بدنا إن شاء الله نتوفق بشي بطولة يا رب.